المهرجان مهتم جدا 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 بالمسرح، نعم وكنت الحقيقة بقول في الأول إنه المهرجان زي ما هو مهتم بالعروض المسرحية لكبار النجوم، يعني احنا كريم عبد العزيز اللي عرض مسرحي، نيلي كريم، هاي ايمي سمير غانم، دنيا سمير غانم، اشرف عبد الباقي، حسن الرداد، كبار النجوم شيء الحقيقة. عظيم. زي ما هو مهتم بده، مهتم كمان بالعروض المسرحية للشباب اللي لسه بيشقوا طريقهم. مركز الإبداع ليه زي حضور الشهرة، قوي جدا، شهرة وعرض فعلا الشهرة استاذ اكيد خالد، طبعا انت استاذ خالد جلال. شفته. معلش بتشوف ازاي ده وانت جاي من الخلفية دي يا نضال، يعني انت جاي من خلفية المسرح وجاي من مركز الإبداع الدفعة الأولى، ايوه وشاب شق طريقه بدراعه يعني، ايوه الحمد لله، وبالإصرار وبالمثابرة وبالنضال، الله يخليك. بتشوف ده إزاي؟ يعني بتشوف لما بلدك تديك المساحة دي والمهرجان يدي الشباب المساحة دي بيفيدهم إزاي؟ بتشوف ده إزاي كمان؟ بصي، يعني انا اسعد واحد في الدنيا ان احنا نشوف فكره المسرح للشباب بتتعرض في اماكن مختلفه واماكن كتيره واماكن بتخصص عشان خاطر المسرح. المسرح هو ضمير المجتمع، المسرح هو مرآه المجتمع. دايما لما تلاقي بلد المسرح فيها غني، تعرف ان البلد دي فعلا عندها كم من الحضاره وكم من الثقافه والمعرفه والوعي كبير جدا. فأنا طبعا سعيد ان كل الاسماء اللي انت ذكرتيهم من السوبر ستار انه موجودين ان هم يعملوا مسرح، لان اصلا الاساتذه الكبار دول النجوم كلهم يمكن ما عملوش مسرح في العادي، فكون انه يجوا دلوقتي ويعملوا مسرح هنا ده انجاز كبير جدا، ده رقم واحد صحيح. بالنسبه للنجوم السوبر ستار يعني. اما بالنسبه للشباب فانا شايف ان ده اهتمام بالانسان وبالوعي وبالثقافه بشكل محترم. انا يمكن على وقتي لما كنت ببدأ لسه خطواتي الأولى بعد ما اتخرجت من المعهد، كنت دايما أقول إنه الصورة ضبابية، لأنه أنا مش عارف ليا مسار معين، أنا لو خدت الستبس بتاعته هوصل فين. لكن أعتقد إنه باللي بيحصل ده دلوقتي بتنور الصورة أكتر، بقت فيه يعني نور كويس جدا، في مسارات ابتدت تبان، سواء من خلال المعهد، سواء من خلال النقابة، سواء من خلال مركز الإبداع، سواء من العروض اللي هتتقدم هنا. صحيح. أعتقد إن ده يعني إنجاز كبير جدا صحيح. جدا، الاهتمام صحيح. بالشباب وبالثقافة وبالوعي. ولعلمك يعني أنا أتخيل، ويمكن الفن ليه دور كبير جدا جدا في محاربة الكثير من الأفكار المتطرفة. طبعا طبعا. فلو ركزنا مع الشباب في فكرة الثقافة والوعي والمسرح، أعتقد يبقى احنا بنحارب الإرهاب صحيح. والأفكار المتطرفة صحيح. في عقر دارهم يعني. صحيح زي طبعا.